الأخبار من الراي. أهلا بكم في نشرة أخبار الراي، أصحابكم خيالة محمد المؤمن، والبداية دوما بأبرز العناوين. خارطة سامية ترسم الخطوات لمواجهة التحديات. سلاح نووي يمثل تهديدا بعض الخطوات. وثمار القمة التشاورية، بيان خليجي يشخص الواقع الإقليمي. الحوثيون يستهدفون مدنيين نجران وتصاعد حدة الاشتباكات. على خطى الإصلاح، شبهات الفساد في الموانئ إلى النيابة. خصصنا أن الحارة اليسار راح تكون ممكن استغلالها من قبل المركبات. حارة اليسار مسموحة بشروط وتوضيحات بشأن المرور. هذا الموضوع يهمنا كثير، لان احنا عندنا عدد نسبه الحوادث في الكويت تقريبا يتجاوز 460 حاله وفاه بالسنه. وفي النشره، الاسعاف الطائر يحلق باجنحه اكاديميه. اهلا بكم. نستهل نشرتنا من الرياض، حيث ترأس أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الوفد المشارك في اللقاء التشاوري 15 لقادة دول مجلس التعاون الخليجي. وأكد الأمير في كلمته أن التحديات الحالية تتطلب جهدا جماعيا وتعاونا مع الأشقاء والأصدقاء للتمكن من معالجتها وتحصين دول المنطقة من تبعاتها. كما أضاف أن لقاء اليوم يجب استثماره في صياغة ورقة خليجية موحدة يتم فيها تحديد المخاطر وتجسيد التحديات لوضع رؤية مشتركة لطريقة معالجتها. وأوضح الشيخ صباح أن البيت الخليجي أثبت قدرا كبيرا من الصلابة في تعامله مع الأحداث والظروف السياسية والأمنية الخطيرة، مشيرا إلى تلقي العالم وبتفاؤل أنباء التوصل إلى الاتفاق الدولي مع إيران بشأن برنامجها النووي، مؤكدا مشاركة العالم تفاؤله وترحيبه بهذا الاتفاق، مع التطلع لأن يمكن الجانبين من التوقيع على الاتفاق النهائي في موعده المحدد. بدوره أكد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز في كلمته الافتتاحية أن عاصفة الحزم في اليمن جاءت استجابة للشرعية والدفاع عن النفس. كما رحب الملك سلمان بمشاركة جميع الأطياف اليمنية في مؤتمر الرياض الذي سيعقد تحت مظلة مجلس التعاون الخليجي، معلنا عن تأسيس مركز للأعمال الإغاثية. وأكد البيان الختامي للقمة على تأسيس علاقة طبيعية مع إيران على أساس عدم التدخل. كما أعلن البيان عن مؤتمر للمعارضة السورية يقام في الرياض لرسم ملامح مرحلة ما بعد الأسد والتأكيد على حل سياسي في سوريا وفقا لبيان جنيف واحد. كما دان القادة الاعتداءات الوحشية التي تمارسها سلطات الاحتلال الإسرائيلي ضد الفلسطينيين والمقدسات الإسلامية، وأكدوا دعمهم لجهود المصالحة الوطنية التي تبذلها الحكومة العراقية وتخليص العراق من تهديدات داعش. أن السعي نحو تطوير وامتلاك الأسلحة الدمار الشامل ما فيها السلاح النووي يمثل تهديداً بعض الخطورة ليس على السلم والأمن في المنطقة حسب، بل على السلم والأمن الدوليين، وإننا لنهيب بالمجتمع الدولي خصوص مجموعة الدول الخمس زائد واحدة للاطلاع على مسؤولياتها الجسيمة بهذا الخصوص. وبالنسبة للأزمة السورية التي تضامدها وزادت خلال المعاناة الشعب السوري الشقيق وتفشي الإرهاب، وإننا نرى أن ما تضمنه بيان جنيف واحد يمثل مدخلا لتحقيق السلام والاستقرار في سوريا، مع تأكيدنا على أهمية أن لا يكون رمز النظام الحالي دور في مستقبل سوريا. وفي الرياض أيضا، استقبل أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الرئيس الفرنسي فرانسوا هولاند، الذي أكد في كلمته أمام القمة التي يحضرها كضيف شرف أن بلاده ستظل حليفا قويا لدول مجلس التعاون الخليجي، استنادا إلى ما يجمع الطرفين من علاقات تاريخية قوية ومصالح مشتركة.
وأوضح هولند أن هناك تحديات جديدة في المنطقة تتمثل في تهديدات تنظيمي داعش والقاعدة، كما أشاد بالدور الذي تؤديه دول مجلس التعاون الخليجي لتحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة. وفي تطورات الشأن اليمني، قال الناطق الرسمي باسم قوات إعادة الأمل العميد ركن أحمد عسيري أن الميليشيات الحوثية استهدفت منازل ومستشفى ميداني في منطقة نجران عبر قذائف هاون، على إثر ذلك تم إيقاف جميع الرحلات الجوية المتجهة من وإلى مطار نجران حتى إشعار آخر، كما أوقفت الدراسة في مدارس المنطقة. من جهة أخرى، تصاعدت حدة الاشتباكات حول مطار صنعاء بين المقاومة الشعبية وميليشيات الحوثي وعلي عبد الله صالح، فيما سجلت المقاومة تقدما ملحوظا في تعز وقطعت طرق إمداد للميليشيات في منطقة النجد الأحمر في محافظة إب. على قدم وساق، تتواصل جلسات مجلس الأمة في إقرار العديد من القوانين والتعديلات وحماية المال العام، حيث تكلت الجلسة بالإعلان عن إحالة شبهات الفساد في مؤسسة الموانئ الكويتية إلى النيابة العامة. التفاصيل في تقرير لمحمد الحياري. شبهات الفساد في مؤسسة الموانئ الكويتية أبرز ما تخلل جلسة مجلس الأمة، حيث أكد وزير المواصلات ووزير الدولة لشؤون البلدية عيسى الكندري إحالة كل ملاحظات تقارير ديوان المحاسبة بشأن شبهات الفساد في المؤسسة إلى النيابة العامة، كما أكد تشكيل لجان تحقيق متخصصة في هذا الإطار. إلى ذلك، واصلت الجلسة تسجيل الإنجازات التي تضاف لرصيد المجلس، والتي من شأنها تخفيف العبء عن كاهل المواطن والمقيم على أرض الكويت. تم إقرار اليوم بمداولتين قانون إنشاء شركة ثانية للمواشي، وهذا طبعا يصب في تأمين الأمن الغذائي، لأن هذه السلعة أصبحت يعني ترهق الأسر الكويتية والعوائل الكويتية وأيضا المقيمين على الكويت من حيث غلاء اللحوم. هناك أيضا المزيد من القوانين والاقتراحات بقوانين اللي تعطي فرصة تنافسية حتى يستطيع المواطن أن يجد فرص له في التعامل في مثل هذه الأشياء، خصوصا فيما يتعلق في قوت اليومي. على الضفة الأخرى، نتج عن التوافق الحكومي النيابي في الجلسة الموافقة على تعديل قانون نظام قوة الشرطة، حيث تم احتساب رصيد الإجازات في مكافأة نهاية الخدمة، كما وافق المجلس بالإجماع على تعديل بعض أحكام قانون التأمينات الاجتماعية. ما حصل اليوم موضوع التأمينات شيء إيجابي، أن يعني يكافأ الإنسان أو يحصل على المكافأة من جهة العمل، وهذا حصل بالتعاون بين الجهتين سواء الحكومية أو النيابية. تم الموافقة عليه منح الإجازات لإخواننا العسكريين في قطاع وزارة الداخلية. أشكر طبعا لجنة الدفاع والداخلية على إغرار هالقانون، واليوم غرناه في المجلس طبعا بالإجماع في مداولتين، فألف مبروك إخواننا العسكريين في الداخلية. هي مجرد مساواة مع أخوانهم في وزارة الدفاع اللي غرينا قانونهم قبل أسبوعين. كما وافق المجلس على تأجيل مناقشة التقرير الأول للجنة شؤون التعليم والثقافة والإرشاد بشأن جامعة جابر الأحمد. محمد الحياري، الرأي. بحضور وكيل وزارة الداخلية المساعد لشؤون المرور اللواء عبدالله المهنة، عقدت الإدارة العامة للمرور مؤتمرها للوقوف على آخر التعديلات والقرارات الجديدة التي تعتزم الإدارة تطبيقها على أرض الواقع، والتي تحتاج إلى تسليط الضوء عليها، بالإضافة إلى توضيح بعض الجوانب التي تتعلق بالسلامة المرورية. ولعل أبرز تلك التعديلات يتمثل بالإبعاد الفوري للوافد الذي يقود مركبته دون الحصول على رخصة. خصصنا ان الحاره اليسار راح تكون ممكن استغلالها من قبل المركبات من الساعه 6 الصبح الى الساعه 10 مساء، العاشره مساء بصفه مستمره، على ان لا تتجاوز سرعه المركبات اللي راح تمشي في الحاره اليسرى عن ال 45. برمجه الكاميرات لمخالفه المركبات التي تسير على الكتف، وهذه النقطه راح نتكلم فيها اكثر، على الكتف الأيمن والأيسر للطريق في غير الأوقات المسموح بها أو ممن يتجاوز السرعة المقررة. بالنسبة لإخواننا المقيمين، إن شاء الله لا يرتقي أو يرتفع العدد
لمن يتم إحالتهم للإبعاد للعدد اللي احنا وصلنا له اليوم 33 حالة. وزارة الصحة الكويتية احتفلت بتخريج الطيارين والمدربين المسعفين والممرضين للإسعاف الجوي في نقلة نوعية وخطوة حضارية تدشن لمرحلة جديدة من اهتمام الوزارة بتطوير خدماتها الطبية ومواكبة التطور العالمي وحرصها الدائم على تقديم خدمات طبية أفضل. وأكد وكيل وزارة الصحة المساعد لشؤون الخدمات الطبية المساندة جمال الحربي أهمية الإسعاف الجوي في عمليات إنقاذ حياة المصابين سيما في المناطق والظروف التي يصعب وصول سيارات الإسعاف. هذا الموضوع يهمنا كثير، لأن احنا عندنا عدد نسبة الحوادث بالكويت تقريبا يتجاوز 460 حالة وفاة بالسنة للحوادث أسباب الحوادث في الطرق، فاحنا مهتمين في الموضوع هذا التدخل السريع بأسرع وقت، لأن هي أول دقائق أو أول 60 دقيقة مهمة في إنقاذ الحياة. الشخص لازم يوصل المستشفى بقدر المستطاع بأسرع وقت بحالة مستقرة وحالة يعني نقدر نساعده وننقذه بالحياة تالي، وهذا حتخفف من الإعاقات من المشاكل الأسرية والحالة والاقتصادية والنفسية للدولة والأسرة كلها. فاحنا اليوم تشينا كانوا عدد الطيارين الكويتيين اللي تخرجوا والإسعاف الجوي هو الإسعاف الجوي اللي داخل الكويت الهليكوبترات هم تقريبا 5 إلى 6 أشخاص طيارين كويتيين، وغير المدربين التدريب هم تقريبا حوالي فوق 10 أشخاص مدربين، ومن ناحية الفنيين الطوارئ الطبية والممرضين تقريبا 60 شخص. الكويت أعلنت عن تقديم تبرع بقيمة 3 ملايين دولار تلبية للاحتياجات الإنسانية الطارئة والظروف القاسية لضحايا زلزال نيبال. وقالت عضو وفد الكويت الدائم لدى الأمم المتحدة هيام الفصام خلال اجتماع مكتب التنسيق للشؤون الإنسانية أن تلك المساعدة تنطلق من النهج الثابت للكويت في المساعدة الإنسانية لضحايا الكوارث الطبيعية، موضحة أن أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد أمر بهذا التبرع لمواجهة الظروف الإنسانية القاسية في نيبال ومساهمة لدعم الجهد الدولي في هذا المجال. تنظيم داعش تبنى عبر إذاعته الهجوم الذي استهدف الأحد مركزا للمعارض كانت تجري فيه مسابقة لرسوم كاريكاتورية عن النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم في مدينة غرالاند في ولاية تكساس الأمريكية. وقال التنظيم أن عنصريه قاما بالهجوم على المعرض لأنه كان يقيم مسابقة للرسوم المسيئة للنبي. وقتلت الشرطة الأمريكية في مدينة غرالاند القريبة بولاية تكساس من مدينة دالاس 2 من المسلحين بالرصاص بعد إطلاقهم النار على معرض فني مناهض للإسلام. منطقة الفروانية التعليمية أقامت أوبريت القيم التربوية وأهميتها في المجتمع الكويتي بالتعاون مع الهيئة العامة للشباب والرياضة، حيث تم عمل وتنظيم الأوبريت بمشاركة طلبة المنطقة التعليمية في محاولة لتسليط الضوء على أبرز القيم والمبادئ الأساسية والأخلاقيات التعامل بين الطلبة. تم عمل سيناريو وحوارات تحتوي على مشاهد أيضا غنائية بحيث أنها تسهل الوصول لأبنائنا التلاميذ أو أبنائنا الطلبة أو لمجتمعنا الكويتي. فلله الحمد اليوم إن شاء الله يكون تتويج لعملنا خلال الأشهر السابقة. هي العام الشباب الرياضة جزء من أنشطتها الشبابية دعم الشباب في جميع المجالات، واحنا لقينا اليوم ان من خلال التوجيه الفني بقيادة الاخ صالح القطان الموجه الفني العام ان هناك قيم يعني او في مشاريع تربوية من المناسب ان ندعمها. أبريت اليوم الحقيقة عجبني جدا. وحدة طب الخصوبة في مستشفى دار الشفاء كشفت عن ادخال تقنيات جديدة للنساء اللواتي يعانين من عقم لمدة طويلة، فيما أكد القائمون على طب الخصوبة في دار الشفاء أن هذه التقنيات الجديدة تتمثل بخدمة فحص بطاقة الرحم قبل عمل طفل الأنبوب.
دخلنا خدمات جديدة تتعلق بالخصوبة للسيدات اللي يعانون من العقم لفترة طويلة، والله الحمد استطعنا لأول مرة في القطاع الخاص بالكويت أن ندخل خدمة فحص بطانة الرحم قبل عمل طفل الأنبوب، وهذا يختم شرائح السيدات اللي عملوا عدة محاولات طفل الأنبوب بدون نجاح. هذا يخدم تقريبا ما يعادل 25% من السيدات. سعيدين جدا يعني بالتطوير الكبير اللي حصل بوحدة طب الخصوبة بمستشفى دار الشفا مؤخرا من خلال إدخال مزيد من الفحوصات والإجراءات التي تساعد العوائل على الحصول على الإنجاب، وهذا أمر نفتخر فيه ونعتز. مدرسة البكالوريا الأمريكية نظمت حفلا لتكريم الطلبة المتفوقين لديها، فيما قالت مدير عام المدرسة أريج الغانم أن البكالوريا الأمريكية لا تكتفي بتعليم الطلبة الجانب الأكاديمي، بل تتعدى ذلك لتطال تدريبهم على العمل التطوعي والخيري وتنمية مواهبهم ومهاراتهم ليكونوا فاعلين في المجتمع ويعودوا عليه بالنفع. نحتفل اليوم بمدرسة البكالوريا الأمريكية بتكريم طلابنا المتفوقين، وهي مناسبة سنوية دائما نحييها لتشجيع أبنائنا على التفوق وتقديرهم على جهودهم وحثهم وتشجيعهم على الاستمرار في العطاء والاستمرار في التفوق والبذل المزيد من الجهد. فطبعا مدرسة البكالوريا الأمريكية يعني تحاول تشجيع أبنائها في مجالات مختلفة، وليس فقط في النواحي الأكاديمية، ولكن في الكتابة، في القراءة، في العمل التطوعي، في العمل الخيري. فتكون هذه المناسبات فرصة لهم أن احنا نكرمهم ونقدمهم ونقدرهم، خصوصا أن هذه تأتي في نهاية السنة الدراسية. خام الكويت يواصل الصعود، تابعونا في الصفحة الاقتصادية بعد هذا الفاصل. أهلا بكم. شركة زين افتتحت معرض حلول وخدمات زين للأعمال، وهو الحدث الأول من نوعه في قطاع الاتصالات المتنقلة في سوق الكويت، حيث شهدت الفعاليات إطلاق آخر الحلول المبتكرة وأحدث الخدمات لعملائها من الهيئات والشركات في القطاع الخاص والمؤسسات الحكومية. المعرض هذا طبعا أول معرض احنا نسويه في زين الكويت، غير عن المعارض الثانية اللي قبل كنا نسويها، لأن قبل كنا احنا نسوي فوكس على الخدمات مالتنا اللي هو الموبايل والباكيجز والإنترنت، بس الحين احنا هذا المعرض سويناه حق شنو؟ حق الشركات، على أساس ان احنا نعطيهم شنو آخر تقنيات السولوشنز اللي موجودة، على أساس ان هم يقدرون يفكرون على البزنس مالهم، واحنا نفكر بالاتصالات شلون نقدر نسوي لهم الكونكتيفيتي، شلون نعطيهم الكاميرات. اليوم احنا بالتعاون مع شركة زين بنعرض سوليوشنز مناسبة للشركات وكمان للأفراد. السوليوشنز المناسبة للشركات هي متعلقة بالكوميونيكيشنز بشكل عام، اللي هي التليفوني مع الكول سنترز مع النتوركينج زي راوترز او سويتشز. اما بالنسبة للسوليوشنز اللي خاصة بالأفراد والبيوت الفلل، اللي هي عبارة عن السنسرز والسمارت هومز، اللي هي اذا كان في شخص حابب يكون برا بيته لكن بنفس الوقت يكون عنده أبليكيشنز تو مونيتور اند كمان يعرف كل الحركات اللي موجودة داخل البيت. سعر برميل النفط الكويتي ارتفع دولارا واحدا في تداولات أمس ليبلغ 61.50 دولارا، وفي أسواق النفط العالمية تراجع سعر النفط الخام عند التسوية أمس بعد أن وصل إلى أعلى مستوى له هذا العام إثر أنباء عن هدنة في بعض مناطق اليمن وانخفاض التوتر بشأن أمن الإمدادات. الأصفر يسقط الأخضر، تابعونا في الصفحة الرياضية بعد هذا الفاصل. أهلا بكم إلى الرياضية. في ديربي الكرة الكويتية قدم القادسية درع الدوري العام لكرة القدم على طبق من ذهب لفريق الكويت منحا إياه الصدارة قبل الجولة الختامية للبطولة بتعادله أمام غريمه التقليدي فريق العربي دون أهداف، وهي النتيجة التي لا ترضي العرباوية.
ردود الأفعال حول ديربي الكرة الكويتية في تقرير لأحمد لنزي. تحطمت وتبخرت أحلام العربي في تحقيق حلم درع الدوري العام لكرة القدم أمام إصرار وعزيمة غريمه التقليدي القادسية الذي منعه من مواصلة نيل مراده بتحقيق اللقب بتعادل سلبي غير مجدي للأخضر. طبعا هارد لك العربي حقيقة يعني هو تعادل بطعم الخسارة بالنسبة لهم، خسارة الدوري ما يمنع، هذه أول مرة يعني من بعد كم سنة كانوا متأخرين بكثير. الآن هم الفريق اليوم فريق العربي ينافس بقوة، عنده بعد الموسم القادم واللي وراه يعني يحاول أنه ينهض مرة ثانية. هذه كرة القدم لابد، يعني حلاوة كرة القدم أن في ناس تبكي وفي ناس تفرح. المباراة التي شهدها أكبر حضور جماهيري هذا الموسم شابه الكثير من الأحداث سواء كانت قبل اللقاء أو بعده. حبيبي الحمد لله على كل حال، طبعا هذا مو طموح لغتية، لكن اللي بوصله لنادي العربي أنه صعب تصير زعيم وموجود نادي غطية، وبالأحرى صعب تأخذ الدوري إلا بحالة واحدة ينهدم نادي غطية. ما أكون نادي غطية ذيك الساعة أقول لك مبروك الدوري، ومو كل أحد عنده الذراع قال أخذها بذراعي. لو يسوون اللي يسوونه، دام إحنا عزمنا وقلنا ما يأخذونه ما يأخذون، إحنا الحدد وإحنا لا عزمنا الزعماء كانت بيتنا وإحنا مفروض نفوز مو تعادل، ويحطون اثنين من الجمهور هم ما راح يقدرون علينا، وراح نردها لهم ان شاء الله. هذه كانت مباراه حفاظ على التاريخ، والحمد لله استطعنا نرد على كل مشكك بنادي القادسيه وتاريخ نادي القادسيه وانجازات نادي القادسيه ورجالات نادي القادسيه وجمهور نادي القادسيه، قلنا نرد عليهم بالملعب، احنا ما نتكلم بالاعلام. الاصفر الذي يحتل المركز الخامس لا ناقه له ولا جمل من اللقاء سوى حرمان الاخضر من تحقيق حلمه الذي يراوده منذ 13 سنه ومقدما خدمه ولا اروع لفريق الكويت لانتزاع اللقب. الحمد لله على كل حال، مو بس احمد قدم مباراه، كل فريق قدم مباراه، احنا كنا محتاجين هالمباراه في اكثر من عام، نراضي جمهورنا، نحافظ على لقب الزعامه اللي تعبنا عليه 10 سنين في البطولات اللي حققناها. شيء طبيعي، انت ما راح تسمح حق منافسك التقليدي انه ياخذ اللقب يفرق عنك، وزائد انه تحضير اللي عندنا نهائي كاس الامير، وان شاء الله تكون الفرحه الكبيره ونفرح جمهورنا ونعوضهم على الموسم اللي قدمنا في فرحة كأس الأمير بإذن الله. يمكن هذا حق مشروع حق لاعبين نادي القادسية، يمكن فرحتهم ليش؟ لأن من 2002 أو من 2003 حققنا البطولات لحد الآن 2015 12 سنة أو 13 سنة القادسية عادل غريم التقليدي نادي العربي في بطولات الدوري، عادل غريم التقليدي في بطولات كأس سمو الأمير، وتفوقنا عليهم في كأس سمو العهد، فهذا حق مشروع حق اللاعبين وفرحتهم يمكن مشروعة، يعني ان حقهم انه يوقف غريمة التقليدي. وهذا حال الكرة، كل العربي قبل مباراتنا متصدر وكان بيده ياخذ المباراة ويتوج في الدوري، لكن ما حالف الحظ اليوم. نقول لهم هارد لك على النتيجة، كان يعني كان طموحهم الفوز. وبهذه النتيجة انفرد الأبيض بصدارة البطولة حتى الجولة الأخيرة التي ستشهد لقاء سهلا للأبيض لملامسة درع البطولة مقابل خيبة الأمل الكبيرة للجماهير العرباوية. القادسية يسقط غريمه التقليدي فريق العربي من قمة دوري فيفا ويقدم خدمة كبيرة لفريق الكويت لإحراز اللقب. أحمد العنزي، الرأي. وقبل الختام تابعونا على حساب تويتر @الرامي جروب وعلى اليوتيوب @الرامي يوتيوب. إلى اللقاء.